اشنا هو العمل ديالهم، اشنا هي المسؤوليه ديالهم، هو يشوفوا لنا الحل. متضررين بالوكاله العرفيه، حنا كنطالبوا هنا بالتسويه ديالها، لان علاش قبل ما يخرج القرار 39.8 في 14 ديسمبر 2017 كان الناس ديال ساكنه واد الذهب كيشريوا البقع الارضيه من عند المستفيدين، وكان بداك الوقت كيمشيو يحفظوا الا بالوكاله العرفيه. ولكن تفاجئنا ان في 2017 خرج القرار، وهذا القرار كيلغي الوكاله العرفيه. وملي خرج القرار حتى واحد من هاد الناس ما عارفين بان هذا القرار، القرار خرج ومشى للاداره وجلس في الاداره. النهار اللي بغاو يمشيو يحفظوا كيقول لهم المحافظ لا، كان قرار كان الغى هذا الشيء، باش حنا غنعرفوا هذا القرار، هذه الاولى. ثانيا هاد الناس قالوا لهم سيديروا وكاله عند العدول، كيمشي باش يدير الوكاله عند العدول، كيمشي عند السيد اللي باع له كيقول له شريتي بربعه غتعطيني 10، كيدير له الابتزاز كيبتزو. كنقلوا على الحل، اشنا هو الحل؟ لان هاد الناس المحافظه ما بغاش تحفظ لهم الاراضي ديالهم. الحل فينا هو؟ المشكل مشينا عند السيد الوالي زياد واد الذهب، مشينا عند المحافظ، دقينا على جميع البيبان، الجواب ديالهم انها الحل ديالو الحل التشريعي. اذا واش حنا غادي نتسناو حتى الحل التشريعي عام عامين ثلاث سنين اربع سنين كيجاوبونا كيقولنا هذا المشكل راه المغرب عامه المغرب، ولكن حنا واش غندعوا في الاراضي ديالنا؟ غندعوا في البقع ديالنا؟ هذه وحده. ثانيا هذه الوكاله العرفيه اللي كانت قبل راه الناس باعوا وشراوا فيها وخذوا وتحفظوا، علاش حنا لا؟ حنا اللي قبل من 2017 خاصنا نحفظوا. انا وقفه شي ثلاثه ولا اربعه قدام الولايه، ودرنا دابا هذه الثانيه في الخطرات قدام المحافظه باش تنطلبوا بانه يدوز لنا ذاك الوكاله العرفيه في التحفيظ، وقدام الولايه وداك الشيء ما جاوبوناش. المهم حنايا راه ما جاوبوناش، درنا وقفه وعاودنا وقفه وكذا، هذه قلنا ما ربنا تندقوا الابواب ديال الادارات باش ممكن نلقاو الحل، وغادي مازال نمشيو للاملاك المخزنيه هي غادي نوقفوا عليها، غادي نبقاو هنايا حتى وكان يبان لنا الحل، يديرونا الحل لهذا الوكاله العرفيه باش تسوى الوضعيه ديالها. لان هذا القانون هذا حبسها، نزل هذا القانون هذا اللي هو في 14/9/2017 تيلغيها، وحنا تنطالبوا ان حنايا كاتبينها في التسعينات وكاتبينها في الثمانينات، واصلا هي هذه الوكاله العرفيه هي باش كانت ممشيه كاع المدينه كامله. غادي نوقفوا كلنا عند البرلمان، غنمشيو عنده غنقول له انت الحكومه والبرلمان هادو هما الناس اللي غادي يقدروا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.